حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف العراقيه والدوليه بعد اهم العناوين. نبدا من المدى. انباريون يرفضون فكره انشاء اقليم المنطقه الغربيه، محاولات لتقسيم العراق. في شفق نيوز، ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار في بغداد وكردستان. في العربي الجديد، العراق كورونا ينهي العام الدراسي. عنوانة العرب اللندنية، إسبانيا تعجز عن استمالة الولايات المتحدة للتوسط في أزمتها مع المغرب. في القدس العربية، المستوى الرسمي والفصائلي الفلسطيني لا يعلق أمالا على حكومة إسرائيل الجديدة. نطالع في الزمان، تظاهرات غاضبة في 4 محافظات للمطالبة بالتعيين والخدمات. في عربي 21، انتكاسة لليمين المتطرف ولماكرون بالانتخابات المحلية بفرنسا. دعوات هدم الرموز الدينية والوطنية والتاريخية، من يقف وراءها ومن يصمت عنها؟ إذ ذكرت وكالة يقين أن محاولات هدم الجوامع والرموز الدينية والوطنية والتاريخية في العراق تعود إلى البدايات المبكرة لعهد الاحتلال، إذ أطلقت يد جماعات مرتبطة بجهات أجنبية لها مصلحة في مسخ تاريخ البلاد وتفتيت وحدتها، لها أذرع مسلحة مستندة لقوى متنفذة من سياسيين ورجال دين تقوم بين مدة وأخرى بحملات لإثارة نعرات طائفية. يصعب حصر كل الشواهد التي تمت إزالتها والتي تنوعت بين السرقة والتهديم، وبدأت هذه الحملة بتمثال عبد المحسن السعدون أول رئيس وزراء عراقي في العصر الحديث، ثم نصب ثوار حركة مايس الذين قاوموا الاستعمار البريطاني، ونصب الأسرى العراقيين في السجون الإيرانية، وتمثال الأمة العراقية، ثم سرقوا تمثال الفارابي والمتنبي، وفجروا تمثال أبي جعفر المنصور مؤسس بغداد، وهدموا نصب المسيرة ونصب اللقاء ونصب قوس النصر، ثم هدموا تمثال ناظم الطبقجلي والشواف، ونسفوا تمثال الطيار العراقي عبد الله العيبي، وغير ذلك كثير. وكان النحات محمد غني حكمة اعتبر في حديث سابق له أن هذه الحملة تندرج ضمن مخطط لتحطيم الثقافة العراقية، مؤكدا أن حكومات الاحتلال عمدت لتدمير كل شيء له ارتباط ثقافي حضاري في ذاكرة العراقيين، وهذا أمر في غاية الخطورة، مطالبا المنظمات العالمية المعنية ومنها اليونسكو بالتدخل لوقف الحملة التي تستهدف هذا النصب والرموز، معتبرا أن ما يحدث في العراق لم يحدث في أي بلد في العالم. ولعل من أكثر ما أغضب العراقيين وعلى الأخص سكان بغداد محاولة تفجير تمثال باني مدينتهم ومؤسسها الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وتجدد الدعوات مؤخرا لإزالته، ثم الدعوة لهدم ضريح وجامع الإمام أبي حنيفة النعمان. ومنذ بداية الاحتلال فجرت وهدمت العديد من الجوامع وكذلك التماثيل والنصب التي تمثل رموزا وطنية وتاريخية، في محاولة لمحو تاريخ هذا البلد ومسخ ثقافته ومعتقداته بتعزيز مفاهيم منحرفة زرعها سياسيون ورجال دين يحاولون حرف مسارات الرأي العام بالاتجاهات التي تتوافق مع أجنداتهم. داعش والحشد لتدمير العراق وإخضاعه، كتبت ولاء سعيد السامرائي، فصنع داعش والحشد لتدمير وإخضاع العراق هكذا صنع وهذا ما تراه الكاتبة ولاء سعيد السامرائي في مقالها بمجلة الجاردينيا، فلنتابع التفاصيل. بعد مرور أكثر من 6 سنوات على هولوكوست الموصل، ما زالت حكومة الاحتلال بأحزابها وميليشياتها وأبواق أجهزتها الإعلامية تردد الأكاذيب حول القصص التي نسجت حول الدولة الإسلامية المسماة بداعش،
وتشتر أساطير غير حقيقية حول ما تسميه ببطولات الحشد الشعبي ودوره القتالي في الموصل والتمجيد به ورفعه لمرتبة من العظمة غير موجودة ولا علاقة لها بالواقع ولا بكل ما حدث من أسباب تشكيله من قبل المغتال قاسم سليماني قائد الحرس الإيراني أو المشاركة الرمزية لبعض فصائله على أرض الموصل الشهيدة. يدعم ذلك عدة أدلة، منها بيان وزيرة الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي وسردية قوات غزو التحالف والدول التي شاركت في تدمير وليس عملية تحرير الموصل مدنيين وعسكريين كبار للمعركة والنقل المباشر لها عبر قنوات العالم الإخبارية، وردود أفعال عدة غير قليل لعدد غير قليل من دول العالم وحكوماتها إزاء العملية، وبحجة ما تدعيه ميليشيا الحشد من بطولات في الموصل والمدن الغربية التي دمرت بعضها تحديداً من قبلهم، تشهد العاصمة بغداد منذ بضعة أسابيع تأجيجاً منظماً لاستفزاز العراقيين، مرة بالدعوة لتهديم جامع أبو حنيفة ومرة أخرى بتهديم تمثال الخليفة أبو جعفر المنصور باني مدينة بغداد بحجج مختلفة. إذن عملية تدمير الموصل كانت الحرب الخفية للرئيس الأمريكي أوباما الذي طلب من رئيس مخابراته وضع خطة لمواجهة المقاومة في المناطق غير الخاضعة، فقدم جون برينان عدة صفحات عرفت بالحرب غير المتكافئة وهي خطة مواجهة شبيهة بتنظيمات المقاومة. إيران تدعم حزب العمال الكردستاني في حربه على تركيا في شمالي العراق، هذا ما جاء في مقال للكاتب نظير الكندوري نشره موقع راسام للدراسات، فنتابع تفاصيله. ومع استمرار تركيا في جهدها العسكري ضد حزب العمال، قامت إيران بالدخول على الخط لمساندة حزب العمال عسكريا وماديا بواسطة أتباعها في الحشد الشعبي العراقي، وقام الحشد الشعبي بتسهيل عملية تواجد حزب العمال في المناطق التي يسيطرون عليها، ودعم الميليشيات المحسوبة على الحزب، ومن ناحيته حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المسيطر على مناطق السليمانية وحلبجة وما جوارهما والمقرب إيرانيا سمح لحزب العمال بفتح مقر له في مناطقه وسنده في صراعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهناك حوادث عسكرية كثيرة تثبت هذا التعاون. وفي ظل هذه الفوضى الأمنية التي تستعر نارها في إقليم كردستان، نرى أن تركيا لن تتراجع عن خطواتها العسكرية الحالية وستستمر في محاربة حزب العمال داخل الأراضي العراقية حتى تحقق نصراً عسكرياً كبيراً وملحوظاً، وبما يحقق لها الأمن من خطر عناصر حزب العمال، لا سيما وأن الموقف الرسمي للحكومة العراقية غير رافض لتحركات الأتراك ولا يصدر عنها ردود فعل معاكسة عدا ما يتم إرساله من مذكرات الاحتجاج للسفير التركي في بغداد، ما يستفز إيران ويجعلها تزيد من حجم مساعداتها لحزب العمال عن طريق ميليشياتها العاملة ضمن الحشد الشعبي. وأضاف الكاتب على ما يبدو أن إيران تطمح باستغلال هذا الاضطراب الأمني في إقليم كردستان لتوريط تركيا في حرب استنزاف لا تستطيع الخروج منها، وذلك بمساعدتها المستمرة لحزب العمال ماليا وعسكريا، ولا سيما أن هناك خلافا تركيا مع إيران بشكل كبير لكنه بعيد عن الأضواء على الساحة السورية وبدرجة أقل على الساحة العراقية. ونبقى مشاهدينا الكرام مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا ودوره الإقليمي في المشروع الإيراني، إذ كتب عبد الباسط سيدا مقالا بشأن هذا الموضوع، فلنستمع إلى جزء منه. من الواضح أن الحزب المعني مارس ويمارس سياسة عينها في إقليم كردستان يستفز تركيا لتدخل قواتها إلى مناطق الإقليم، ومن ثم يمارس حملة دعائية تضليلية منظمة ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولم يعد سراً أن PKK يستهدف الركائز التي توافق عليها الكرد وجمعهم، فهو لا يعترف بالرموز الكردية من عالم ونشيد وشخصيات تاريخية. ما يلاحظ اليوم أن هناك جهوداً ميدانية متواصلة تبذل من أجل تطويق هولير ودهوك معقل الحزب KDP،
ما يحصل في منطقة سنجار وشنغال وفي جبل متين ومخمور وبقية المناطق ما يدفع تركيا للتدخل التدريجي من جهة ويعطي أوراقاً إضافية للضغط الإيراني على الإقليم كي يغير من توجهاته وسياساته من جهة أخرى. ولعلنا لا نذيع سراً إذا قلنا هنا أن أوضاع الإقليم صعبة، فالصراع المفتوح مع PKK لن يكون مقبولاً على المستوى الشعبي، خاصة بعد أن تمكن هذا الحزب من استمالة العديد من أبناء الإقليم الذين تعاطفوا معه نتيجة ظروف الخلافات المستمرة بين أحزاب الإقليم وبفعل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس. وأثار الهجوم الذي نفذته قوات حزب العمال الكردستاني على مجموعة من البشمركة في منطقة العمادية أسفر عن ضحايا وجرحى أثار العديد من التساؤلات عن طبيعة ما حصل ويحصل بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق. فهذا الهجوم لم يكن الأول وعلى الأغلب لن يكون الأخير. سلط موقع ميدل إيست مونيتور الضوء على ندوة بشأن الوضع الصحي في غزة المحاصرة، خلصت هذه الندوة إلى تحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن التدهور الكبير هناك. أدى الهجوم الإسرائيلي الأخير إلى مزيد من الضغط على البنية التحتية الصحية في غزة والتي تكافح بالفعل في ظل جائحة الفيروس التاجي والحصار المشدد المفروض على القطاع منذ عام 2007، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 48 حالة خطيرة وحرجة جراء الإصابة بكوفيد-19 بحاجة لرعاية طبية وعاجلة، في وقت أجبر فيه القصف الإسرائيلي منشآت مواجهة الجائحة للإغلاق، فيما استشهد رئيس عملية التصدي لفيروس كورونا في غزة الدكتور أيمن أبو علوف في غارة على منزله. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن ما يقارب 30 مستشفى وعيادة صحية في القطاع المحاصر إما دمرت أو تضررت نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، وحوالي 46% من العقاقير الأساسية و33% من العلاجات الأساسية غير متوفرة. إن المحكمة الجنائية الدولية توفر وسيلة لتحقيق العدالة والمساءلة، بينما نحتاج إلى أن نظل مدركين أن عمل المحكمة بطيء وأن العدالة الدولية غالباً ما تكون آلية تستغرق وقتاً. ونقل تقرير لميدل إيست مونيتور بشأن هذه الندوة عن الطبيب النرويجي وخبير الشؤون الإنسانية ماتس جلبرت تأكيده أن المشكلة الطبية الرئيسة في غزة هي الاحتلال الصهيوني بحد ذاته. وتناول جلبرت ومشاركون آخرون في هذه الندوة حصيلة الغارات الجوية التي شنها الاحتلال على قطاع الصحة في غزة وعن الآثار المترتبة عليها. نشرت صحيفة الغارديان تقريرا للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتور قال فيه أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي متشدد ومرتبط بقتل نحو 3000 معارض سياسي في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. وقال لو كان جوزيف بايدن يعتقد أن فلاديمير بوتين هو قاتل فوصفه لإبراهيم رئيسي من المحتمل أن يكون فظا وصادما. كان رئيسي في سن 28 عندما حدثت المجزرة ونائبا لمرتضى إشراقي مدعي عام طهران في لجنة الموت، وبناء على أوامر من المرشد الخميني وفي وقت كانت فيه الحرب العراقية الإيرانية في هدنة غير مستقرة قررت اللجنة قتل السجناء من جماعة مجاهدي خلق بناء على تهمته أن أفراد الحركة ارتكبوا جرائم خيانة في نهاية الحرب، ومن لم يتخلى عن دعمه لمجاهدي خلق كان مصيره الموت. وقدم محامي حقوق الإنسان البريطاني جيفري روبرتسون صورة عن حجم المجزرة في تقرير من 130 صفحة قال فيه علقوا من الرافعات أربعة في كل واحدة أو ستة مرة واحدة من حبال نصبت في مدخل المجلس، وأخذ آخرون في الليل أخذوا وقتلوا على يد فرق الموت بإطلاق الرصاص عليهم، ولم يتم الحديث عن توطئ رئيسي في الاعدامات أثناء المناظرات التلفزيونية الثلاث، وربما لأن الأحداث هذه لا تهم الإيرانيين كثيراً لاعتقادهم أن حركة مجاهدي خلق إرهابية وهم مهتمون أكثر بأسعار البيوت والوظائف.
ولم يصبح رئيسي الابن المفضل لخامنئي إلا في العقد الماضي، ففي شارع أذار عام 2016 عينه رئيسا لوقف أستنقس رضائي الذي يعد من أقدم وأغنى المؤسسات في إيران. نظمت جمعية فلسطينية السبت في مدينة خان يونس معرضا يضم صورا للأطفال الذين استشهدوا في أثناء العدوان الصهيوني الأخير على غزة. شمل هذا المعرض الذي نظمته إحدى الجمعيات على أنقاض منزل عائلة السقة المدمر تماما في أثناء العدوان، شمل صورا توثق الجرائم الصهيونية، وضم المعرض أيضا دمى للأطفال ومجسما كرتونيا لطائرة صهيونية تطلق صاروخا ومجسمات مفاتيح للدلالة على حق العودة. وقد وزع المشاركون في هذا المعرض قطعا كرتونية على أنقاض المنزل المدمر تحمل أسماء مدن فلسطينية محتلة كيافا وحيفا وعكا. نبقى الآن المشاهدين الكرام قبل الختام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. لهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.